السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الإعدادي، سوف نتناول درس جديد من دروس القراءة بعنوان طريق النور. طيب، يتحدث هذا الدرس عن برايل. طيب، برايل احنا سمعنا عنه وعرفنا ان برايل كان له طريقة للقراءة والكتابة. طيب، هنتحدث عن شخصية برايل. أول حاجة هنعرف عن برايل مين هو. برايل هو اسمه لويس برايل، وهو أصيب بالعمى وهو في الثالثة من عمره سنة 1812 ميلاديا في إحدى القرى الفرنسية. يبقى دلوقتي عرفنا أن لويس برايل هو فرنسي، وعرفنا أنه هو أصيب بالعمى في الثالثة من عمره، وكان سنة 1812 ميلاديا. طيب، هلاقي أن ازاي تم إصابة الطفل برايل بالعمى؟ هلاقي ان هو صاحب اباه صانع السروج الى محله القريب من القرية من المنزل. يبقى دلوقتي هلاقي ان هو صاحب اباه صانع السروج الى محله القريب من المنزل، يبقى هو كان مع والده اثناء حدوث هذه الحادثة، واخذ يله بمثقابين وجدهما هناك، وبينما هو يجري بهما إذ زلت قدمه فوقع على الأرض وأصاب المثقابان عينه فخبى النور منهما. يبقى دلوقتي هنلاقي إن الحادثة إن هو كان معاه مثقابين وكان بيلهو ويلعب بهما، فهنلاقي إن هو وقع وأصاب المثقابان عينه فاختفى النور عن عينه مرة واحدة. طيب، هنلاقي إن طبعا هذه الحادثة كان لها أثر كبير في القرية، فجزعت القرية كلها للحادث أو للحدث الأليم. يبقى هنلاقي إن القرية كلها حزنت بسبب هذا الطفل الجميل المحبوب من جميع من في هذه القرية. طيب، هنلاقي إن برايل إن هذه الحادثة لم تقف أمام تعلمه القراءة والكتابة، فأخذ يتعلم القراءة والكتابة عن طريق الحروف البارزة، ولي أن هذه الطريقة كانت لتشبع رغبة هذا الطفل أو هذا الغلام الطموح، فاستعان بفكرة أحد الضباط في استخدام نقط وعلامات بدل من الحروف. يبقى لي أن طريقة القراءة والكتابة عن طريق الحروف البارزة، ولي بسبب ضخامة حجم الحروف هلاقي ان هذا الطفل لم يتمكن من اشباع رغبته في التعلم بهذه الطريقه، فاستعان بفكره احد الضباط في استخدام نقط وعلامات بدلا من الحروف، وهي دي الطريقه اللي سميت طريقه ايه؟ طريقه برايل. طيب، هنلاقي ان هو استخدم نقط وعلامات بدلا من الحروف. طب ازاي الطريقه دي؟ هنلاقي ان هو باحداث ثقوب في قطعه من الورق المقوى اللي هو الورق اللي هو يشبه الكرتون. هلاقي ان هو كان بيحدث ثقوب فيها بحيث يعرف من يلمس كل ثقب اهو شرطه ام نقطه، يتمكن من قراءه الرسائل في الظلام. يبقى يقدر ان هو يترجم كل ثقب في الورق المقوى، يقدر ان هو يترجمه للحرف المقصود منه، ويقدر ان هو يعرف ان اذا كان ده شرطه ام نقطه. واستطاع برايل عن طريق هذه الطريقه بان هو يبدل جميع الحروف بتاعت اللغة ان هو يقدر ان هو يحولها الى علامات، وكمان الارقام كمان قدر ان هو يحولها الى هذه العلامات، بل ايضا الحروف الموسيقية والعلامات الموسيقية استطاع ايضا يترجمها بهذه الطريقة. واخذت هذه الطريقة تستخدم لفقدي البصر او المكفوفين حتى اصبحت طريقة عالمية تستخدم في جميع بلاد العالم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.